صراحه كندو كنستنكروا بالفعل اللي قام به هذاك الاجنبي. كما قلنا المغاربه شعب مضياف، شعب ديال التازر، ديال التلاحم بيناتهم، ولكن هذاك الفعل الهمجي اللي قام به هذاك الاجنبي وهذا كيتسمى حقره، فهمت؟ والحقره ما كيبغيها حتى واحد. كاين مساطر قانونيه، كاين السلطه في البلاد، كاين يعني مساطر قانونيه اللي يقدر اي واحد ينجو هذا، وهذاك القانون ديال الغاب ما بقى حتى واحد باغيه، لا اجنبي ولا مواطن مغربي كاع، فهمتي؟ لا اللي يعيش هذا، حتى هذيك الامور هذيك حتى واحد ما كيبغي ياخذ يعني القانون بيده. وهذا الشيء اللي دار هذا الاجنبي ماشي معقول، ماشي واخا كاع يكون بالنسبه كاع ديالو الحطه كاع ديالو ما خصوش يدير لهذاك الدري سكير بحال هكاك. الدري صغير باقي ما عارف والو، مسكين هو، غير الاب ديالو كان مشى مع شي السرح ديالو الاول، مشى عندو مع حيت مشى مسكين جا لقى الاغنام ديالو كلها مضروبه كلها. وهذا الشيء ماشي معقول بالنسبه لهذا السيد هذا. هو هذا السيد هذا راه جار ديالنا، وذاك الدري الوليد ديالو السرح ديالو ما كانش، ذاك الدري مشى كيرون بلاصيه، بعد ما ذاك الدري خرج ليه ذاك خينه، خرج ليه في البهيمات ديالو، كرفس ليه البهيم ديالو. المهم هذيك الطريقة الوحشية ما كيبغيها حتى شي واحد، فهمتي؟ داك الشيء ما يتقبلو حتى شي واحد. وهاد السيد هذا حشومة عليه، ونتمناو والله هاد السيد هذا ياخذ الحق ديالو والله يعوضو ملي بقى ليه داك الدري حتى هويا بعدا عايش. داك الشيء هذاك هو الفطر.